مثلا الى لاعب نادي نفط اللي هو اللاعب احمد فرحان أها. يعني تمام. تكلمنا معه وتعاقدنا معه نفط البصره وراحوا للاخوان في نادي الشرطه. انت ترى طلعت تصريح بكوره لقاء وقلت احمد قريب من الزوراء، قريب من لان هو وقع للزوراء. ايه يعني راحوا للشرطه اعطوا فقط للاعب للاداره 250 ما اعرف 300 ما ادري ايش قد والله ما اعرف ما ادري 500 ما تعرف الرقم هاي شنو، وانطوا للاعب مبلغ فوق قيمه الزوراء بضعف، فاكيد اللاعب ينظر الى الجانب المالي ويحترمه، فاحنا احترمنا رغبته وخلينا نتيجه رزقه اللاعب لا يعتب بهذا. ما يصير انت اليوم انت تجي توقع معايا وتكمل وياي وتروح انت مع اتجاه ثاني وتجي الاداره، خلي اجاوب بالنيابه عن الطرف الاخر. يصير اداره الزوراء تروح تتعاقد مع اللاعب وهو مو حر نفسه بطاقته مع النادي؟ استاذ شاكر لا، انتهى الموضوع وما عنده اي شيء مع الاداره، ما عنده ارتباط ابدا. وانا حكيت ويا الاخ مدير عام الشركه مالتهم وقال لي اللاعب لا يمكن ان يكون لاي نادي الا لنادي الزوراء. لعد ليش الشرطه انطوا فلوس لاداره نفط البصره حسب تصريحه؟ مو دا اقول لك، يعني ما ادري اللي صار، هو انه هو تعاقد ما بشيء، الشرطه يروح يطي اكثر من عندنا، هاي مساله طبيعيه جدا لان الشرطه عندها الامكانيات الماليه اللي ممكن ان يطي بها. انا لو عندي فلوس الشرطه ايضا اروح ادفع اكثر من عندهم واجيب اللاعب، فمن البديهي جدا انه انت تروح تجيب لاعب انت تعتقد في نفسك يضيف انه لك لاعب جيد. أي. يضيف لك فشي، فلو كانت عندي المبالغ اللي موجوده ايضا عند الاخوان في نادي الشرطه ممكن ادفع اكثر من عندهم واجيبه. بس انتم ايضا صرحت انه راح نرفع دعوه على اللاعب انه اللاعب ما التزم بالعقد ويانا. طبعا ما التزم بالعقد يعني. مضيتوا بهذا الموضوع؟ يعني ان شاء الله لكل شيء في اوانه. يا اوان راح الاوان صار له شهر ولا لا؟ موجود ما فهمت يعني. موجود يعني، بس احنا ما نريد نتطرق لهي المساله بالاعلام. انتم باشرتوا برفع الدعوه ام لا؟ باشرتوا. نعم. طيب، هيئه العامه للزوراء قليله قياسا بحجم النادي وامكاناته، 266 واحد